صلى الله عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة. هذا هو النوع الثالث من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لما رواه البخاري ومسلم من حديث منصور ابن المعتمر عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كان يعني النبي صلى الله عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم قال، فذكره. رواه الشيخان من حديث منصور عن المسيب الرافع عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة فذكره بهذا اللفظ. ووقع في رواية للبخاري أنه يقوله ثلاث مرات، يعني التي في الصحيحين إيش؟ مرة واحدة. وقع عند البخاري أنه يقوله ثلاث مرات، وهي غلط، وقد حكم بشذوذها العلامة الألباني رحمه الله. ووقع في كلام جماعة من المصنفين في الأذكار أنه يقال بعد الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمامه عشر مرات، وروي في ذلك أحاديث لا تصح. والمحفوظ أن هذه العشر تكون من أذكار الصباح والمساء، فغلط فيها بعض الرواة وجعلوها من أذكار الفجر والمغرب، فالمشروع للإنسان أن يجعلها في أذكار الصباح والمساء لا في أذكار هاتين الصلاتين، إلا أن يكون معتادا أن يأتي بأذكار الصباح والمساء بعد فراغه من أذكار الصلاتين المذكورتين فلا بأس بذلك، فتكون بمنزلة التابع لذكر الصلاة، لا أنها من الذكر المشروع للصلاة. صار هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد الصلاة على كم نوع روي؟ على ثلاثة أنواع، أحدها مرة واحدة وهذه في الصحيحين، والثانية ثلاث مرات وهذه عند البخاري وهي غلط، والثالثة عشر مرات عند بعض أصحاب السنن بعد الفجر والمغرب، لا كل صلاة بعد الفجر والمغرب، وهي غلط أيضا. نعم.